أكد سريان هدنة مفتوحة تنهي مبدئيا عدوانا إسرائيليا وصف بالعدوان الشرس كان آثما بالفعل واستمر قرابة شهرين. يمهد الاتفاق مشاهدينا الكرام لرفع كامل للحصار عن قطاع غزة، في حين بدت إسرائيل في حالة إحباط بعد فشلها في تركيع المقاومة. وكان المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس سامي أبو زهري قد أعلن البارحة رسميا أن المقاومة انتصرت في الحرب التي استمرت 50 يوما، وأنها تسمح الآن بعودة الإسرائيليين الذين نزحوا من البلدات المتاخمة لغلاف غزة. نبدأ مشاهدنا الكرام بهذا التقرير من غزة مع مراسلنا محمد الأصل ثم نعود. أصوات التكبير والتهليل ومشاهد الاحتفال والفرحة ملأت شوارع غزة بمجرد أن تم الإعلان رسميا عن وقف إطلاق النار. هب الغزيون ليعلنوا عن فرحتهم بنصرهم على عدو قتل وجرح منهم الآلاف، لكنه لم يقتل فيهم إرادة الصبر والتحدي. هذا يوم نصر للأمة الإسلامية جميعا، ونوجه تحية للمقاومة الفلسطينية جميعا. نحن قاومنا ولا زلنا نريد ان نقاوم حتى نصل القدس، ونقول لليبرمان ونتنياهو: نوصل لك هذه الرساله اليوم. وصلت الرساله لك بان وصلنا بصواريخنا الى حيفا والى تل ابيب، واوجدنا الرعب في كل الكيان الصهيوني. من حق غزه ان تحتفل بنصرها وهزيمتها للاحتلال الذي لطالما اوهم نفسه بان جيشه لا يقهر. تمكنوا من كسر شوكته وأرغامه على تلبية شروطهم ورفع الحصار الظالم عن غزة، ليوصلوا له رسالتهم الواضحة أن القصف بالقصف والدمار بالدمار. هذا شعور بالحمد لله عز وجل بداية، ثم شعور بالفخر بهذا الشعب العظيم الذي قدم التضحيات، وشعور أيضا بالعزة والكرامة التي مثلتها المقاومة. الشعب في غزة انتصر واحتفل لأن أبناءه المقاومين تربوا في أحضان أمهات عظيمات وأباء رجال، ولأنهم اكتسبوا مهاراتهم العسكرية من أكاديميات الكرامة وعزة النفس والصمود. الشعب الفلسطيني لا زال يثبت أنه قلب الأمة النابض وقاطرتها إلى العزة والنصر والتحرير والتمكين. لهذا له التحية، كل التحية لرجاله ونسائه، لشيوخه وأطفاله، ولمقاومته بقيادتها العسكرية والسياسية. الكل هنا أرسل رسائل الشكر لأهالي الشهداء والجرحى ولأبطال المقاومة ولكل أحرار العالم، ولم ينسوا أسراهم بالسجون وكأنهم على موعد معهم عما قريب. مبارك علينا هزيمة دولة إسرائيل، أقوى دولة في العالم. جنود القسام والحمد لله رب العالمين هزموهم وخذلوهم. نحمد الله رب العالمين على هذا النصر المؤزر. إن شاء الله إن شاء الله يتوج هذا النصر بطلعة أسرانا البواسل. بعد أكثر من 50 يوما من عدوان صهيوني همجي قتل وشرد الألاف ودمر كل شيء، من الله على أهل غزة بنصر وفرج عظيم يوازي حجم صمودهم وتضحياتهم الكبيرة. محمد الأسطل، المغاربية، غزة، فلسطين المحتلة. جزيل الشكر لزميلنا محمد الأسطل، كان معنا من غزة. مشاهدنا الكرام، ضيفي الكريم في الاستوديو أستاذ محمد العربي زيطوط، عضو حركة رشاد. أجدد الترحيب بك أستاذ محمد العربي. إذا انتهت 50 يوما من الصمود وغزة انتصرت، وأنت كنت ترى الآلاف من الغزيين من الفلسطينيين وبعض العرب أيضا في بعض الدول خرجوا مهللين بهذا النصر. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تحياتي لك عثمان ولكل المشاهدين ولكل المقاومين والمجاهدين والمناضلين في كل مكان الذين يواجهون الطغيان، سواء كان طغاة العرب أو قل الصهاينة العرب أو طغيان الصهاينة اليهود والعجم. تحياتي لكل من يقف صامدا في ظروف أحيانا تكون كارثية وأحيانا تكون صعبة للغاية، ومع ذلك يصمد الصامدون
والمؤمنون حقا بقضيتهم وبعدالتها، وبأن موتهم في مواجهة الطغيان ومن أجل الكرامة ومن أجل العزة ومن أجل الحرية خير لهم من حياة الذل الذي يصنعه الطغاة، سواء كان طغاة بني إسرائيل أو طغاة بني العرب اليوم. نعم، موقف حقيقة تاريخي ولحظات تاريخية بكل ما تعنيه الكلمة. ليس لأن ربما بعض الناس يقول لك كيف يكونون قد انتصروا وهم الذين قتل منهم أكثر من 2100 وأكثر من 10,000 جريح، ربما يصل إلى 11,000 وتهديم المباني ولكن العبرة ليست بالأرقام. نعم، القضية ليست بالأرقام في واقع الأمر. نعم، عدد القتلى يساوي 1 إلى 20 تقريبا، وعدد الجرحى 1 إلى 20 أو إلى 16 تقريبا ما بين الجانبين، ولكن الواقع والذي يجب أن تفهمه الناس هو أن عندما تصمد المقاومة، أي مقاومة، عندما تصمد في وجه الاحتلال، في وجه الطغيان، في وجه الاستعمار، في وجه الظلم، عندما لا تستسلم، عندما لا ترفع العلم الأبيض للاستسلام، تكون قد انتصرت. انتصرت لأنها لم تمكن الآخر وهو الأقوى ماديا وهو الأعتى من حيث العدد ومن حيث الجيش ومن حيث العدة ومن حيث الدعم، خاصة ما يسمى بإسرائيل، لم تنهزم أمامه، بمعنى أنها لم تستسلم. إذا لم تستسلم فأنت تنتصر، أو على الأقل أنت تصمد في انتظار مواجهة أخرى قد تتحسن فيها الظروف المادية وقد تكون أعظم مما مضى. طيب، إذا قلنا العبرة ليست بالأرقام، يا ترى إسرائيل حققت هذه الأهداف التي كانت تنشدها، الحرب الأولى والثانية وهذه الحرب الثالثة، وما تزال إسرائيل تقول الهدف من حربنا القضاء على هذه المقاومة، ردم هذه الأنفاق وما إلى ذلك. الآن هذه الحرب وضعت أوزارها، مضت وانقضت. الآن هل فعلا السؤال الذي يطرح نفسه، إسرائيل حققت هذه الأهداف أم لا؟ وقع الأمر أنهم ظلوا يتحدثون عن أهداف متحركة أو متغيرة إذا شئت. في فترة معينة قالوا أن الهدف هو هدم حماس وهو نزع سلاح المقاومة ولن يقل عن ذلك، ثم عادوا وقالوا أن الهدف هو وقف الصواريخ وهدم الأنفاق التي تطلق منها هذه الصواريخ، ثم عادوا وقالوا يجب أن تقبل المقاومة بهذه الشروط أو بالمبادرة المصرية كما كانت مطروحة في البداية، يعني في وكانت مؤامرة أكثر منها مبادرة. كانت أهداف متغيرة في البداية. طبعا كان الشعب الإسرائيلي والشعب اليهودي في إسرائيل جزء أكبر منه كان مع نتنياهو، بل وصل نسبته إلى 82% ممن كانوا يقفون مع هذا العدوان الشرس. الآن لو نظرنا إلى المعطيات، ومعطيات الرأي العام كما تعلم في الدول التي تسمى ديمقراطية مهمة جدا، وإسرائيل شئنا أم اختلفنا في ذلك هي ديمقراطية لليهود، بالنسبة لليهود سكان اليهود فيها يحظون بحرية وبديمقراطية وبحرية الاختيار حقيقة. الآن تقول كل إحصاءات الرأي العام هناك تقول أن العدد يقل عن 40%، هو يتراوح ما بين 35% و39 أو 40% الذين هم مع هذه الحكومة، بمعنى أن حوالي الثلث فقط راضي عن أداء هذه الحكومة وأن الثلثين معترضين بشدة أو معترضين إلى حد كبير. هذا يعني أنهم في الوقت الذي بدأت فيه في بداية أغسطس العملية البرية وكان هذا الدعم الهائل لهذه الحكومة المجرمة، الآن انخفض بشكل كبير، وهذا دليل آخر على أن في الحقيقة إسرائيل لم تحقق أهدافها أو لم تحقق الجزء الأكبر من أهدافها، وإن كان حققت شيء ربما هو قتل الأبرياء خاصة من الأطفال والنساء أو المسنين أيضا. الآن مشاهدينا الكرام أرحب بانضمام الأستاذ أكرم عطلة الإعلامي الفلسطيني من غزة. أستاذ أكرم، بعد أن أرحب بك طبعا، ضعني في صورة هذه الأجواء، أجواء الفرح التي تعيشها غزة وغيرها من البلدات المتاخمة، جباليا وخان يونس وبيت لاهيا وغيرها. نعم، يعني غزة خرجت من أنياب الموت هكذا تبدو، سعيدة لأنها لا زالت على قيد الحياة. خرجت اليوم بدأت تلملم جراحها. الذي حدث شيء كبير، الغول الإسرائيلي فتح فمه مرة واحدة، ضواحي عمارات سكنية كبيرة، أبراج، كله كذا، هذا كله تابعه عن البث المباشر، رأينا كيف تخولت إسرائيل. ولكن إرادة الحياة انتصرت في غزة،
وإرادة المحتل انهزمت في غزة، كسرت أقدام وحدات نخبة في غزة، تمكنت غزة من أن تصنع قدر من الردع لإسرائيل حتى لا تفكر أن تستكمل اجتياحها ضد هؤلاء السكان، هؤلاء الأطفال، هؤلاء الذين تمكنوا من أن يضعوا حدا لغطرة الإسرائيلي وعربدته. بالنهاية استطاعت غزة أن تنتصر على الموت وغزة تخرج فرحة بالحياة. هذه المشاهد ربما التي تنقلها اليوم كل وسائل الإعلام هي تعبير عن هذا الفرح، تعبير عن هذا الشعور بالزهو وبالفخار، تعبير عما تحقق. طيب أستاذ أكرم، ماذا عن هؤلاء الذين يتحدثون عن الأرقام والإحصاءات، يقولون ويهونون من هذا النصر، كيف بهذا أن يكون نصرا وهنالك الآلاف من الأرواح قد أزهكت، الآلاف من الدماء قد سالت قد أريقت، كذلك عن هذه البيوت التي هدمت، الآلاف من الجرحى وما إلى ذلك؟ لا، هو ما حدث في جزء من معارك الإرادة بين المحتل وبين الشعب الذي يتعرض للاحتلال. نعم، المفاهيم ربما مختلف عليها هنا في غزة، وكما هو مختلف على الأمر أيضا في إسرائيل. الحديث عن النصر في إسرائيل محل سخرية لدى الكتاب والمتابعين والمراقبين الذين يذكرون من مقربي رئيس الوزراء الذي يتحدث عن النصر، وأيضا هنا في غزة يعدون وأيضا ربما يقولون مبكرا عن الحديث عن النصر أمام هذه الأعداد. لكن ما تحقق يمكن وصفه أنه جزء من معارك الإرادة الطويلة بين الشعب الفلسطيني وبين إسرائيل، تمكن خلالها الشعب أن يسجل نقطة في صالح الانتصار، يعني الانتصار النهائي، وهذه جزء من المعارك على إسرائيل. المعركة مع إسرائيل لا تنتهي بالضربة القاضية، تنتهي بالنقاط. يمكن القول في هذه المعركة أن الإرادة الفلسطينية سجلت نقطة في حلبة الملاكمة على الإرادة الإسرائيلية التي رأينا كيف كانت كل يوم تحمل نعوش أيضا كما الفلسطينيين وكل يوم تدفن قتلاها. هذه من وحدات النخبة لدى إسرائيل وليست من الجيش النظام الإسرائيلي. أستاذ أكرم، هل وقفت على تغيير ما، خاصة وأن هذا اليوم الأول بعد الاتفاق المبرم بين الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي، التغيير من حيث المساعدات، من حيث الإنسيابية في المعابر، هل لاحظ السكان أنهم فعلا يتنفسون الصعداء، أم أن أجواء هذا العدوان ما تزال تخيم على الشوارع والساحات والميادين؟ غزة اعتادت على أن تنتقل بين لحظة ولحظة، بين الحياة والموت، بين القصف وبين الوردة، بين متناقضين بسرعة شديدة مدهشة، لأن هذا أصبح جزء من واقع غزة وجزء من قدر غزة وجزء من تاريخ غزة. غزة عرفت كيف تتصرف بالآونة الأخيرة. هناك حياة وهناك موت وهناك موت وبعدها حياة، ولا تستطيع غزة أن تسلم قدرها للموت ولا تستطيع أن تفرط في الحياة، لأنه الإسرائيلي يتربص بها. هي دائما تعيش الحياة وهي تحسب حسابات الموت، وتعيش الحرب والموت وهي تفكر كيف ستفرح بعد هذه الحرب. هذه طبيعة الأشياء في قطاع غزة. تردد اليوم غزة تلم من جراحة وهي قدرة مدهشة على الحياة. يعني من رأى اليوم شوارع غزة وكأنه لم يكن شيء على الإطلاق، عادت حالة تجارية، سيارات، الحركة العامة، كل شيء في غزة، كل شيء عاد وكأن غزة لم يكن بها حرب. هذا ليس لأنه غزة انتهت وطوت صفح الشهداء، لا، غزة تخلص الشهداء، ولكن لأنه الإرادة الحياة تنتصر. وغزة تخرج اليوم لتقول فعلت إسرائيل كل ما تريد في غزة، ومع ذلك انتهت هذه الجريمة التي ارتكبتها إسرائيل، انتهت وعادت غزة للحياة. اليوم سجل هي جزء من معركة البقاء، معركة الإرادة، معركة الصمود، معركة التحدي، تتحدى الموت بالحياة، هكذا يمكن وصفها. جزيل الشكر لك أستاذ أكرم عطا الله، الإعلامي الفلسطيني كان معنا من غزة عبر الهاتف. أعود لك أستاذ محمد العربي زيطوط، ما الذي جد في هذا الاتفاق؟ تهدئة وراء تهدئة كانت في الأول بساعات معينة، ثم بعد ذلك مددت بأيام، ثم انتهت هذه التهدئة وأعيد اللقاء من جديد في القاهرة العاصمة المصرية بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي. ما الذي جد وعلى ماذا تم هذا الاتفاق، حول ماذا، ما هي نقاطه؟ يعني وفي الحقيقة هذه هي التهدئة رقم 14 هي التي وصلت إلى وقف إطلاق النار،
وكثيرا ما كانت التهدئات التي حدثت أو الهدنات التي حدثت من قبل شفنا أن ما يسمى بإسرائيل خرقتها في أكثر المرات، إن لم نقل في كل المرات. نعم. ومن بين المرات التي خرقتها فيها كانت ما قبل الأخيرة عندما قامت بقصف المبنى الذي كانوا يعتقدون أن محمد ضيف، يعتقدون أن صيدا ثمين هناك، ثمين هناك، وأن محمد ضيف يقيم فيه، بينما في الحقيقة كانت أسرته تقيم بالضبط. فيه، وقد استشهدت زوجته وابنه الأصغر. نعم. ومحمد ضيف لمن لا يعرفه هو رجل مقعد، ولكنه حقيقة ممن أدهشوا إسرائيل في قدرة التخطيط والتفكير. طبعا ليس مثل المقعدين الذين لدينا، يعني الذين يفتقدون إلى أدنى حد من الخبرة والتفكير. وهذا يمثل أيضا أو يذكرنا بأحمد ياسين رحمة الله عليه، مؤسس حركة حماس، وقد كان رجل مقعد، ولكن كانت إسرائيل ترتعد منه وتهابه وتخافه إلى درجة أنها أطلقت عليه صاروخ F-16 ليقتله وهو خارج من صلاة الفجر ذات يوم، وهو على عربة متحركة قبل 11 سنة في 2000 أو قبل 10 سنوات بالضبط تقريبا، يعني في إذا كانت ذاكرتي جيدة كان في مارس أو أفريل 2004. كان إذن من بين التهدئات أو الهدنات التي خرقتها إسرائيل هي هذه التي قتلت فيها الأسرة وقتلت آخرين في المبنى ودمرت ذلك المبنى. إسرائيل ليس لها عهد في الحقيقة، وليس وإنما قبلت هذه المرة تحت ضغوط شديدة، أهمها ضغوط يهود ما يسمى بغلاف غزة، الجبهة الاجتماعية، الجبهة القرى والمدن المقيمة، نعم، التي هي قريبة من غزة، لأن إذا كانت إسرائيل تجد حل جزئي للصواريخ الطويلة المدى أو الصواريخ التي تصل إلى غاية تل أبيب وربما حتى التي وصلت إلى حيفا والقدس عن طريق ما سمي بالقبة التي تعتر الصواريخ، فإن بالنسبة للصواريخ الصغيرة وخاصة هذه التي تطلق من ما يسمى بالجراد والهاونات إلى آخره، هذه ليس لهم أي حل معه، أي الصواريخ التي تقل عن 20 خاصة الهاون التي تقل عن 20 كيلومتر تقريبا في مداها، ليس لهم أي حل معها، وبالتالي اضطروا أن غادر جزء كبير من سكان ما يسمى بتلك المستعمرات تلك المنطقة، وهذا زاد من الضغط على نتنياهو وحكومته. لكن في نفس الوقت في الحقيقة كان هناك ضغط آخر إجرامي، ويتزعم وزير الخارجية ليبرمان ومن معه من كبار اليمينيين المتطرفين، وكانوا يريدون جعل غزة في الحقيقة أرضا صفصفة ولا يهمهم عدد القتلى. طبعا بالنسبة لإسرائيل ولحكومتهم يعرفون أن العالم بدأ يضج بهذه الأعمال وبهذه الإجرام، وبدأ يرى أن الصورة لإسرائيل المظلومة والمستضعفة في المنطقة داخل الوحوش وكذا انقلبت، لأن لا تنسى أن الأسطورة الصهيونية بنيت كلها على أساس ما يسمى الجيش الذي لا يقهر، لا، كان أسطورة أخرى قبل الجيش الذي لا يقهر، هي أسطورة المظلومين، أسطورة الضحايا، خاصة من حكاية الهولوكوست، وعن طريق الهولوكوست في الحقيقة ترغيبا وترهيبا وتخويفا أحيانا أخضعوا عدة مجتمعات، مثلا ألمانيا لحد الآن ما زالت ألمانيا تدفع مئات الملايين من الدولارات سنويا كتعويضات للهولوكوست. ما أردت أن أقول في هذه النقطة بالذات هو أنه هذه التغييرات التي حدثت وجعلت من نتنياهو يقبل هذا الوضع هو أنه وصل إلى حد فهم معه أنه لن يستطيع كسر المقاومة، وفهم معه صهاينة العرب وقد نتحدث عنهم أنهم لن يستطيعوا كسر المقاومة. كسر المقاومة كان مطلب صهيوني يهودي وعربي، عندما أقول عربي هنا أتكلم عن أنظمة، مجموعة من الأنظمة بالتفصيل وبالتدقيق. ربما سنأتي لهذا سيد محمد عارف، سنأتي لهذا في فصل آخر، لكن القضية سنأتي إلى هذا الفصل، لكن فيما بعد أريد أن أركز على هذه النقاط المتفق عليها، ربما المشاهد هو كذلك يريد أن يعرف بالضبط على ماذا اتفق الفلسطينيون الإسرائيليون. حدث الاتفاق على 3 أو 4 أشياء. الأولى أن يتم فتح المعابر. طيب، لا تنسى أن غزة تحت حصار شديد منذ أن تولت حماس السلطة فيها منذ 8 سنوات، وخاصة منذ طرد
مجموعة دحلان والعملاء معه في جوان 2007. منذ ذلك الحين وغزة تخضع لحصار مشدد وخانق يفرضه من جهة إسرائيل التي تحيطها من ثلاث جوانب زائد السماء زائد الأجواء والنظام المصري، على استثناء بسيط أيام حكم أيام الثورة المصرية، حكم السنتين تقريبا ما بين 2011 و2013 حيث خف إلى حد كبير ذلك الحصار. إذن كان الاتفاق من بين أهم النقاط هو رفع هذه ما يسمى بفتح المعابر أو في الحقيقة فتح الحواجز، لأن هذه حواجز لكي لا يتحرك فلسطينيون وكثيرون يموتون. جميع المعابر بدون استثناء؟ المعبرين الرئيسيين وهو كرم أبو سالم ورفح. نعم، أن يتم فتحهم أساسا. وهنا طبعا فيما يخص رفح بمعنى أن مصر السيسي مشاركة في الحصار. طيب من الذي سيتحكم في هذه المعابر؟ يعني حتى يفهم معنا المشاهد بالضبط، هذه المعابر كان يتحكم فيها أشخاص آخرون، الآن لسنا ندري من هو. سيبقى يتحكم فيها هؤلاء، بمعنى أن ستبقى تتحكم فيها إسرائيل، ومن ناحية الثانية ستبقى تتحكم فيها مصر، ولكنها ترفع، يرفع الغلق، سيبقى دائما التشديد يرفع، يعني يرفع التشديد ويرفع الغلق، لأنه هو فيه غلق تقريبا شبه مغلقة، يعني في الغالب يسمحون لعدد قليل جدا من السلع ومن البشر للدخول أو الخروج، جدا جدا محدود، أحيانا لا يتجاوز 1% من نسبة البشر الذي تريد أن تخرج أو تدخل. وأحيانا حتى بالنسبة للجرحى، يعني بالنسبة لنظام السيسي الإجرامي، جرحى في حالات سيئة جدا لم يسمحوا لهم، لهم قالوا هؤلاء ليسوا في حالة موت أو تقريبا سيموتون، لن نسمح لهم بالخروج، وكثيرين ماتوا على هذه الحواجز. الأمر الثاني الذي نتفقوا عليه، لا خليني في المعابر أول شيء. نعم. البعض يقولوا أنه السلطة الفلسطينية ليس لديها إطارات جاهزون للحلول محل الفلسطينيين الآخرين أو محل الإسرائيليين في المعابر، وربما يجدون شيء من مما نسميه عندنا في المغرب العربي بالبيروقراطية، كأنها الأمور تتعطل تتشدد، ربما الذين يريدون الالتحاق بمصر أو بمناطق أخرى قد تصعب مهمتهم. وقد وقفت على هذا اليوم في مجاهد نقلتها بعض القنوات، قالت الأمور لم تتغير، كأنه ليس هنالك اتفاق أصلا، هنالك تكدس في المعبر معبر رفح للمرور إلى مصر، وكذلك العكس ما قيل عن معبر رفح يقال عن معبر كرم أبو سالم أيضا، شاحنات في طوابير طويلة تنتظر إدخال هذه المساعدات، إدخال مواد الأولية للبناء وما إلى ذلك. نعم، هو قد يتعطل الأمر في البداية، لأن لا تنسى نحن في أقل من 24 ساعة حتى نكون منصفين، في 24 ساعة من هذا الاتفاق أو من هذه الهدنة، هو في الحقيقة اتفاق هدنة وليس اتفاق صحيح. كامل. طيب نمضي النقطة الثانية. النقطة الثانية هي قضية الصيد البحري. يمنعون شاطئ غزة طوله حوالي 45 كيلومتر. إسرائيل تمنع الصيادين الفلسطينيين من الاصطياد في المنطقة. القانون الدولي يسمح على الأقل ب 12 ميل لصاحب الشاطئ، لبلد الشاطئ. إسرائيل ترفض ذلك ووضعته في حدود 3 ميل أو 4 ميل على أقصى تقدير. وصلوا الآن إلى 6 ميل. 6 ميل بالنسبة للمنطقة المغاربية، احنا نتكلم بالكيلومتر، هي حوالي 10 كيلومتر. 10 كيلومتر يستطيع الصيادين الفلسطينيين أن يذهبوا داخل البحر حوالي 10 كيلومتر. هذا مهم جدا، لأن الصيد أو الأسماك هي واحدة من أهم مواد الغذاء بالنسبة للفلسطينيين الذين يخضعون لحصار مشدد كما قلنا. هذا تحقق، صحيح لم يتحقق المطلب الأساسي وهو 12 ميل 20 كيلومتر، ولكن تحقق على الأقل نصف منه، هذا مهم. النقطة الثالثة، سأعود إلى النقطة الثالثة فقط حتى أخذ مداخلة حتى لا تضيع منا. أستاذ محمد العربي مشكورا. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلينا الأستاذ أحمد الكرد وهو وزير الشؤون الاجتماعية في غزة. بعد ترحيبك أستاذ أحمد، يعني سؤالها يغنينا عن سؤالها، سؤال حالها يغنينا عن سؤالها، قطاع غزة كله بصفة عامة، لكن لا بأس بأن تضعنا في صورة هذه الظروف الاجتماعية القاهرة العصيبة والعويصة في غزة. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية من هنا من غزة، الكرامة العزة الصبر الصمود، كل تحية للعالم العربي والإسلامي وإلى أهلنا في المغرب العربي. نعم، نقول غزة مرت في 51 يوم الماضية، مرت بحرب عدوانية إرهابية لم تحدث في تاريخ الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي. نعم، لقد مرت بحرب سخرت لها دولة الاحتلال كل
عناصر ومقومات البطش والقتل من طائرات، من دبابات، من سفن حربية، من صواريخ، كل وسائل الدمار. يقولون هذه الدولة التي تعد رابع دولة في العالم من حيث القوة، كل قوتها سخرتها لمنطقة محدودة. لو نظرتم على الخريطة، أصغر منطقة 350 كيلو متر مربع فقط يعيش فيها 1,800,000 فلسطيني. هذه الحرب الإرهابية التي شنت على قطاع غزة جاءت بعد 8 سنوات من الحصار. الحصار معنى، معنى الحصار قطاع غزة لا يدخل ولا يخرج شيء إلا القطاع إلا بموافقة الاحتلال. في هذه الظروف كانت هذه الحرب. طيب أستاذ أحمد، بالعقل والمنطق لا تستطيع أن تصبر غزة. نعم. أمام ذلك دمروا كل شيء، دمروا كل شيء. لو مررتم الآن، نحن الآن في شوارع غزة، في كل مكان، في كل حارة، في كل شارع، في كل مخيم تجد مئات البيوت المدمرة. نعم. مئات الشهداء، الجرحى، في كل شيء، الخراب في كل شيء. ورغم ذلك نقول نعم المصيبة كبيرة جدا والدمار كبير جدا، ولكن نقول غزة بعد 51 يوم من الحرب المتواصلة الهمجية العنصرية، غزة تنتصر اليوم. غزة خرجت رافع الرأس، كانوا يتوقعون أن ترفع الرايات البيضاء ولم ترفع الرايات البيضاء، ولكن غزة رغم الجراح ضمدت جراحها، والآن خرج الجميع بالأنف، خرج الشيوخ والنساء والأطفال، خرج من دمر بيوتهم، خرج من قتل أبنائهم، خرج من جرحوا، خرج الناس جميعا للشوارع يكبرون ويهللون. غزة كريمة، غزة كبيرة، غزة عزيزة. رغم ذلك الجراح ورغم ذلك الآلام، إنها تسامت على آلامها وجراحها وقالت للجميع غزة انتصرت بصبرها وثباتها أمام عنجزية، أمام عنصرية، أمام إرهاب رابع قوة عالمية على هذه الأرض. كما قالوا ما ألقي على قطاع غزة يعادل 6 قنابل نووية. وغزة اليوم انظر للشوارع، انظر إلى عيون الأطفال، النساء، الرجال، الشيوخ، الأمل في عيونهم. نحن صابرون رغم الجراح، نحن صابرون ثابتون. استشهد عندنا 1,140 شهيد، جرح 15,000 جريح، 2000 استشهد 2,140 شهيد، دمرت 60,000 مسكن منها تدمير كلي، 20,000 اسمع 20,000 أن يعيش 120 فرد، 120,000 فرد، 120,000 نسمة يعيشون الآن، خرجوا من بيوتهم بدون ملابس، بدون أي شيء من مقومات الحياة، خرجوا كما ولدت ولدتهم أمهاتهم. 120,000 هؤلاء فقط الذين دمرت بيوتهم، ناهيك عن مئات الآلاف الذين هجروا ورحلوا. لكن رغم ذلك نقول غزة عزيزة كريمة بأهلها. نعم غزة دافعت عن كرامة وشرف الأمة العربية والإسلامية. نعم إذا تعاون علينا الجميع عجما وعربا ودولة احتلال. طيب أستاذ أحمد، يا أستاذ أحمد علينا جميعا. نعم تفضل يا أستاذ أحمد. الآن أهل غزة وأهل القطاع عموما يعني استيقظوا على واقع جديد. كيف ستتعامل الحكومة الآن وهي حكومة وحدة وطنية في غزة مع هذه المشاهد الأليمة، مع هذه الظروف الصعبة، مع آلاف المهجرين أو النازحين؟ أحد الإطارات في وزارة الصحة البارحة فاجأني بهذا الرقم، قال 500,000 نازح، أنا كنت أعتقد هو 100-200، قال 500,000 نازح. كيف تتعاملون مع هذا الوضع الجديد؟ نعم يا أخي الفاضل، 500,000 في مراكز الإيواء،
ولو حلت مشاكلهم سيبقى لا يقل عن 120 ألف عام أو عامين في مراكز الإيواء. نقول نحن الآن بدأت معركة جديدة، انتهت معركة الطائرات والدبابات والصواريخ وغير ذلك، وبدأت معركة رهيبة، إنها معركة إعادة الإعمار، تخفيف آلام الناس. نقول هذا يحتاج إلى الجهد، نعم جهد شعبي عربي وإسلامي، هذا جانب، جهد حكومي دولي، جهد دولي. لا يستطيع مليارات الدولارات، 15 مليار دولار قيمة الخسائر، إذا أردنا أن نرجع غزة بنيتها التحتية تحتاج إلى 15 مليار دولار، ذلك لا تستطيع عليه إلا أن تتضافر جميع الجهود. ولكن نقول للجميع رغم ذلك غزة حية، لكن هذا لا يعني أن نوجه رسالة لكل لإخواننا العرب والمسلمين، نوجه رسالة إلى إخواننا في المغرب العربي، في المغرب العربي كما عودنا أن تقوموا معنا، أن تقفوا معنا الآن في هذه اللحظة أيها الإخوة. نمر أمام مشكل تجاري دمرت مظاهرات الاحتلال في رفح. وهو كذلك استاذ، معالي الوزير احمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعيه، جزيل الشكر لك، سامحني فقط لرداءة الخط. لا نعود لك استاذ محمد العربي، وصلنا بل تحدثنا عن فتح المعابر ثم الصيد البحري باميال اخرى، ماذا عن النقاط الاخرى؟ بالمناسبه في المعابر فيه معبر ثالث لا اتذكر اسمه، اسم نحول عوز هو أيضا معني بقضية المعابر. بالنسبة للقضايا الأخرى، من بين أهم من القضايا الأخرى هو فتح ميناء وفتح مطار لغزة، ولكن هذا مؤجل. نعم، لكن هو مطروح على أن يبدأ النقاش حوله بعد شهر من استتباب هذه التهدئة. طبعا. بمعنى أنه جزء ما كان للمقاومة الفلسطينية، للمفاوضين الفلسطينيين أن يقبلوا فقط بنقطتي فتح المعابر وتوسيع منطقة الصيد البحري، إنما أضافوا ثلاث نقاط رئيسية: الميناء والمطار، ولكن أيضا قضية تبادل الأسرى إذا شئنا، أو جزء منها تبادل حتى بعض الجثث. في قضية الميناء والمطار، هو على فكرة أنت ذكرت الميناء، محمود الزهار أحد قيادي حركة حماس البارحة قال نحن الذين سنبني البناء الميناء والمطار، يعني عبارة عن جهوزية كبيرة عند الغزويين، بإمكانهم أن يبنوا الميناء والمطار. صحيح، يستطيعون ذلك. وحقيقة عندما ترى المباني موجودة في غزة، واحد من الجزائريين أرسل لي قال لي هذه مباني الجزء الأكبر منها أفضل من العاصمة الجزائرية، فقال لي احنا اللي رانا مستقلين منذ 51 سنة وما عندنا لا حصار ولا هدم ولا طائرات ولا، ولكن يبدو احنا عندنا هدم من نوع آخر. فأنت رأيت بعض المباني وبعض الأشياء يعني التي قلب غزة، بل أنه الجامعات في غزة تعتبر من بين أفضل الجامعات العربية، وهي لديها مستوى حتى مع الجامعات العالمية، في حين أنك تعرف مثلا الجامعات الجزائرية هي خارج. هذا مش موضوعنا يا أستاذ محمد. لا فقط لتقريب وجهة النظر، لأننا نتكلموا ورغم كثير من الجزائريين يشوفوا الموضوع، فحتى تقرب له الصورة، لأنك أحيانا لا تستطيع أن تقرب الصورة إلا بالمقارنات والمقاربات، وإلا لن تستطيع أن تذهب بعيدا. قضية الميناء وقضية المطار في الحقيقة لا، هو يجب أن يحدث حولهم اتفاق، حتى ولو بنوهم أشراف غزة وحرارها، فإن إذا لم يحدث فإن العالم إسرائيل ومصر، خاصة مصر السيسي، ستمنعهم من ذلك. مصر السيسي هي في الحقيقة التي تحارب قضية الميناء أكثر حتى من إسرائيل، وتحارب قضية المطار. بمعنى أن مصر لن تستفيد شيئا إذا كان صار لغزة ميناء ومطار، معنى ذلك لن تستفيد شيئا. معنى ذلك أن جزء رئيسي من الفلسطينيين سيتحررون من القبضة المصرية، يصيروا في غنى عنها. ليس فقط في غنى، لأن هذا الحصار اللي فرضته مصر ليس فرضت فقط حصار، فرض حصار أمني وتعقب أمني، وهي أحيانا تلقي القبض على من يخرج من غزة أو يريد الدخول إليها، ناهيك على أنها تمنع كثيرين ممن يدخل. بمعنى هذا التأجيل أستاذ محمد العربي تأجيل مفخخ؟ لا، هو ليس تأجيل مفخخ، لكن أعتقد
لأنه في الأول تغيرت لغة الخطاب، في الأول قالوا لا أيدينا على الزناد، إن لم تقبلوا بهذه المطالب والحقوق سنعود للمقاومة، الآن قالوا لا بأس بتأجيل هذه النقاط، الأسرى والمطار والميناء. أعتقد أنهم وصلوا إلى ذلك عندما أولا هناك ضغوطات، ضغوطات رهيبة جدا على المقاومين، ضغوطات ليس فقط من جانب إسرائيل وطيرانها في السماء، ولكن ضغوطات من جانب أنظمة عربية متعددة، وضغوطات أيضا لا تنسى أن الناس وهي ترى عدد المهجرين وعدد الرجل ذكر رقم 500,000، يعني نحن نتحدث على حوالي ثلث السكان تم هدم منازلهم بشكل أو بآخر وتهجيرهم من مناطقهم، عندما تتحدث عن آلاف القتلى والجرحى، عندما تتحدث هذا أيضا يحدث ضغط يعني على الإنسان مهما كان. لكن الضغط الرئيسي في الحقيقة أيضا مارسه بعض أصدقاء المقاومة، أعتقد أن الأتراك والقطريين أيضا مارسوا ضغط لكي تقبل المقاومة، لأنهم خشوا من أن ربما هذا سيزيد من بؤرة التوتر أكثر، وربما سيأتون بالمفاوضات بجزء آخر. ما دام هناك حديث على أنه بعد شهر من الآن، أي في ضمانات هكذا قال، قالوا في ضمانات سيتم النقاش، فهذا مهم جدا. لكن إسرائيل في الحقيقة تعلم أنها إذا لم تخضع إلى هذا النقاش والتفاوض حول هذه النقطتين، فإن المقاومة تستطيع أن تكون في حل من هذا الاتفاق، لأن نقطة رئيسية منه أو شرط رئيسي منه وهو الحديث عن الميناء وعن المطار وعن تبادل الأسرى لم يتحقق، وبالتالي هذا اتفاق سيلغى، وتستطيع المقاومة أن تعود إلى حرب استنزاف، لأن أخشى ما تخشى إسرائيل هو الاستنزاف، بمعنى أن يكون هناك حالة من نوع التصادم ولو على مستوى ضعيف، ولكن دائما هناك صواريخ تطلق وهناك عمليات تقوم بها المقاومة، وإسرائيل لا تستطيع أن تتحمل ذلك. لا تنسى أن هذه الحرب 51 يوم هي أطول حرب في تاريخ إسرائيل منذ أن أوجدت، ووجدت في منطقتنا، لم يسبق لها أن ذهبت إلى هذا الحد. أعتقد في المرة الماضية أكثر واحدة كانت 33 يوم، ربما لست أدري إذا كانت مع حزب الله في 2006 أو مع المقاومة في 2008 الفلسطينية. لكن أنت ذكرت سيد محمد العربي الدور القطري والتركي، أنا البارح قريت بعض التقارير تقول أنه لولا قطر وتركيا لما كانت هنالك عودة لاتفاق الذي كان أشرف عليه الرئيس الشرعي أطلق الله صلاحه محمد مرسي في عام 2012، بمعنى أن هذه الاتفاقية الموجودة كان المصدر الذي يعودون إليه سواء الجانب الفلسطيني والجانب الإسرائيلي هو هذا ما سمي بالمبادرة المصرية، وهو لأنها مبادرة إسرائيلية، لكن بالتدخل القطري والتركي عاد الجميع إلى المبادرة أو إلى الاتفاق الذي تم في عهد محمد مرسي أيضا. شوف بعض النقاط مش كلها، يعني حتى نكون منصفين، وإن كان بالنسبة لنا كجزائريين الموقف القطري سيء، موقف القطري سيء بالنسبة للشعب الجزائري إجمالا، ويقف مع النظام القائم بشكل أو بآخر. لكن بالنسبة لقضايا الثورات العربية وخاصة هذه القضية، الموقف القطري هو أشرف أو هو أقل المواقف سوءا إذا شئت، وإذا نظرنا له من ناحية إيجابية نقول هو أفضل وأشرف موقف عربي، والموقف التركي هو أشرف وأفضل موقف على الإطلاق. هناك دولة أخرى أيضا لديها موقف ليس سيء حتى نكون منصفين، وهي إيران، وإن اختلفنا معها في كثير من القضايا الأخرى. خاصة قطر وتركيا قدمت كثير من الدعم والمساعدات للمقاومة، يكفي أن أمير قطر قبل سنتين عندما زار غزة، وأعتقد أنه الرئيس العربي الوحيد الذي زار غزة ربما مع المرزوقي أيضا، قدم 500 مليون دولار. أردوغان قدم أشياء، وتركيا أردوغان قدمت أشياء كبيرة وكثيرة جدا للمقاومة، هناك حتى من يقول ربما قدموا لهم أسلحة، لكن بالتأكيد قدموا لهم أموال. لكن في مقابل ذلك في الحقيقة الولايات المتحدة ضغطت بشدة على تركيا وعلى قطر لكي تحاول أن ما يسمى عقلنة المطالب المقاومة،
فالأتراك والقطريين بما أنهم كما يقال يمونون أو بما أنهم لديهم ذلك الحظوة لأنهم كما سمعنا هنية كان يشكر بقوة في قضية الجزيرة مثلا، ونحن نعرف أن الإعلام التركي والإعلام القطري ساهم بقوة أيضا في رفع القضية يعني في حقيقة قضية غزة. كما قلت دائما نحن نتحفظ على موقفهم في الجزائر، لكن في هذه القضايا وفي ليبيا وفي سوريا المواقف القطرية والتركية هي مواقف إيجابية وإيجابية مشرف. جدا هؤلاء ضغطوا إلى حد ما على المقاومة لتقبل بقضية تأخير قضية الميناء والمطار والأسرى، لأنها في البداية كانوا يقولون نحن لن نقبل بتأخير، نريد أن نبدأ الحديث مباشرة لنعرف أن إسرائيل خبيرة وماهرة وماكرة لحد الخبث وحد الدهاء في قضية التماطل وفي قضية مضيعة الوقت. ويكفي أن قضية أوسلو منذ أكثر من 21 سنة وهي تماطل وهي تقرض مزيد من الأراضي وتأخذ مزيد من الأراضي، وجماعة عباس ومن معه يتحدثون عن مفاوضات عن مفاوضات، وهم أصبحوا أقرب إلى ميليشيا في خدمة من وراء هذه الضمانات؟ ربما المشاهد بدوره وهو يشاهد أن يتساءل من هو وراء هذه الضمانات، من هو الذي يضمن بأن إسرائيل ستأتي راضخة مرة أخرى لهذه المحادثات أو المفاوضات سميها ما شئت للحديث عن الملفين العالقين المطار الميناء بالإضافة إلى ملف الأسرى. ملف الأسرى هذا كذلك مهم جدا، خاصة الذين أعيد اعتقالهم وراء مسألة شاليط. نعم، شوف هي التفاصيل لم تتضح إلى حد الآن في قضية الاتفاق الذي جرى. نعم نحن عرفنا بالعناوين الرئيسية وقد تحدثنا فيها الآن، لكن هناك كثير من التفاصيل قد تظهر في الأيام القادمة. هناك حديث على أن الضمانات الوحيدة هي مقدمة من حكومة السيسي وأن مصر ستكون ضامن لهذا الأمر كي يستمر، لكن هناك آخرين تحدثوا قالوا أن الموقف القطري والتركي الذي ضغط على المقاومة إنما أخذ ضمانات أمريكية، ضمانات أمريكية أساسا، وإن كانت لا تبدو في الصورة بشكل كبير، ولكن الضمانات الأمريكية أن يذهب هؤلاء فعلا إلى مفاوضات حقيقية حول هذه القضايا. بالنسبة للولايات المتحدة حتى أيضا نكون منصفين، هذه المرة بالرغم كل ما تقدمه لإسرائيل، لكن هذه المرة دعمها لإسرائيل أقل من المرات السابقة. الولايات المتحدة منذ تقريبا 67 دعمها مطلق وغير محدود لإسرائيل لهذا الكيان الذي أوجدوه وأوجدته بريطانيا أساسا، ولكن في هذه الأحداث بالضبط ونتيجة لعدة اعتبارات فإن الموقف الأمريكي أقل سوء مما تعودنا عليه. يبقى أنه يقدم الأسلحة، يقدم الأموال، يقدم كل شيء، هذا لا ننساه، لكن يبقى أنه في الموقف السياسي كان إلى حد ما لا يريد أن يذهب بالأمور إلى أسوأ مما كانت عليه، لأنه يعلم أن كل فلسطيني يموت، كل طفل يموت، كل مبنى يهدم في غزة يزيد من حرقة المستضعفين من العرب، من المسلمين، من غير العرب، ممن هم مستضعفين، ممن هم تحت هذا الضغط، لكي يثوروا على الأنظمة التي هي موالية للولايات المتحدة ولحلفاء الولايات المتحدة. وهو كذلك سيد محمد عربي زيتوت. مشاهدنا الكرام، نغتنم فرصة هذا الفاصل القصير لنعود من جديد لكلمة الأستاذ إسماعيل هنية ثم نعود. وهكذا إذا كانت كلمات
اصبروا وصابروا ورابطوا. جدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، ونحن ما زلنا على الهواء مباشرة في هذه التغطية التي بدأناها منذ 48 يوما نتحدث عن العدوان الذي كان مسلطا على غزة. الآن الحمد لله الآلاف من الفلسطينيين فرحوا بهذا النصر، بهذا الاتفاق الجديد المبرم مع إسرائيل والذي نص على عدة نقاط كنا نثريها ونتحدث عنها. الآن مشاهدينا الكرام ينضم إلي الأستاذ سليم شحادة وهو إعلامي مختص الشؤون الإسرائيلية. أستاذ سليم، بعد الترحيب بك، ما هذه الضمانات؟ الكثيرون يتساءلون عن هذه الضمانات اللي هي يمكن أن تشرف على انتقال ثان إلى مباحثات أخرى، مفاوضات أخرى، لطرح ملفات أخرى، ملفات عالقة، المطار، الميناء، الأسرى. في الواقع بعد قليل سيعقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤتمرا صحفيا في منزله الرسمي في القدس لاستعراض نتائج العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بمشاركة وزير الدفاع يعلون ورئيس هيئة الأركان الجنرال بيني جانتس. هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس أثار ردود فعل غاضبة داخل الشارع الإسرائيلي وتحديدا داخل الحكومة الإسرائيلية التي تتشكل من الائتلاف من الأحزاب اليمينية المتشددة. وصباح هذا اليوم طلع علينا الوزير لاندو من خلال تصريح صحفي تساءل من خلاله ما هي الإنجازات التي حققتها إسرائيل خلال 50 يوما من الحرب. الجواب يقول ما ستحصل عليه إسرائيل هو الهدوء فقط، في حين النائب عوفر شالح من حزب يوجد مستقبل يش عتيد قال إن حزبه الشريك في الائتلاف الحكومي سيفحص خطوات ومسار الحكومة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة وخاصة في المسار السياسي، وعليه ربما قد ينسحب حزبه من الائتلاف الحكومي، في حين أكد عضو كنيسة إليعزر شترن أنه بدون مسار سياسي قد نذهب إلى انتخابات مبكرة. أيضا وزير الخارجية ليبرمان وخلال الحرب على غزة كان من المعارضين للتوصل لأي اتفاق للتهدئة مع حركة المقاومة الإسلامية، وقال إن مستقبل هذه الحكومة يرتبط بالقرارات حول العملية السياسية. ليبرمان أيضا يعارض التوصل إلى أي اتفاق مع حركة مقاومة الإسلامية حماس. حزبه كما ذكرنا يعارض أي اتفاق للتهدئة الذي وصفه بأنه يتيح لحركة حماس استعادة قدراتها العسكرية وتحدي إسرائيل مرة أخرى. وزير السياحة لاندو اعترف بقوله أن مكانة حماس قد ارتفعت وهي تفتخر ليس فقط بتحقيق المكاسب السياسية إنما من التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية. أعتقد كما يؤكد المراقبون السياسيون في إسرائيل أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حماس وحركة المقاومة كان الامتحان الأصعب لرئيس الحكومة نتنياهو والذي اتخذ القرار لوحده بمشاركة وزير دفاعه دون العودة إلى الطاقم السياسي والأمني المصغر كغير عادته خلال الحرب على غزة والذي كان في حالة انعقاد دائم خلال فترة الحرب.
والذي كانت تصدر منه القرارات بعد المشاورات والتصويت بين أعضاء الطاقم الوزاري. ولكن على ما يبدو فإن نتنياهو يدرك أن بانتظاره معارضة قوية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى انخفاض شعبيته خلال استطلاعات الرأي العام الأخيرة وتحديدا خلال فترة الحرب. لذا توجه نتنياهو إلى المستشار القضائي للحكومة طالبا منه الاستشارة حول موقف إسرائيل على الصيغة المصرية للتوصل إلى تهدئة دائمة دون التصويت داخل المجلس الوزاري على الصيغة المصرية، لأن نتنياهو كان يعلم علم اليقين أن بانتظاره 4 وزراء كانوا يوجهون له الانتقادات ضد وقف الحرب، ومنهم وزير الخارجية ليبرمان، وزير المالية يائير لبيد. طيب أستاذ سليم، ماذا عن أنت الآن تتحدث عن مراقبين سياسيين، عن قيادي الحكومة، أعضاء الحكومة، بنيامين نتنياهو، ماذا عن الإعلاميين؟ هل ما زال الإعلام الإسرائيلي منقسما بين مؤيد لنتنياهو وبين منتقد له لهذه السياسة التي أدخل بها إسرائيل في هذه الحرب؟ في الواقع الإعلام الإسرائيلي انقسم إلى شقين. شق ما زال يقدم الدعم لكافة الخطوات التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما هناك صحف ومواقع إخبارية تتصدر عناوينها وتوجه النقد إن كان ذلك عن طريق الأخصائيين السياسيين أو الأخصائيين العسكريين، بمعنى أو باختصار أن هذه الحرب لم تحقق أي شيء من أهدافها، إنما التوصل إلى هدوء تام ليس أكثر. وصباح هذا اليوم أيضا سمعنا وزير الشرطة أهرونوفيتش يقول إن هذه الخطوة وهذه الاستشارة وهذا الدعم من قبل المستشار القضائي للحكومة أعطت الضوء الأخضر لنتنياهو بالموافقة على المقترح المصري، والذي ينص كما هو معروف على منع تسهيلات في المعابر ومواصلة المفاوضات بعد شهر حول قضية الميناء والمطار، إضافة إلى حصول حماس على تسهيلات وكذلك مساحة أكثر في المحاور البحرية لقطاع غزة. أعتقد أن هذه الخطوة من جانب نتنياهو قد أفسحت المجال أمامه لمواصلة عمل حكومته التي تتشكل من الأحزاب اليمينية المتشددة، حيث أفادت مصادر موثوقة من شركاء في الائتلاف في هذه المرحلة بعدم نيتهم الانسلاخ عن الائتلاف الحكومي، وتحديدا بعد التوصل إلى اتفاقية التهدئة، في حين أضافت هذه المصادر أنه لا جديد ولا يوجد هناك أي إنجاز حصلت عليه حماس، إنما الاتفاق الحالي هو اتفاق مشابه للذي وقع عام 2012 بين إسرائيل وحماس. هذه المرحلة الحالية كما تشير المصادر الصحفية قد تدفع المجتمع الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وبمشاركة مصر والأردن والسعودية ودول عربية وصفت بالمعتدلة أن تعيد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني إلى طاولة المفاوضات وجدول زمني محدد لإقامة الدولة الفلسطينية. هذه المصادر تؤكد أيضا أن أي طرف وخلال الحرب ورغم الدمار الشامل وهجر الآلاف من المواطنين من قطاع غزة من بيوتهم لم يخرج بأي إنجاز سياسي، وربما المستفيد الوحيد هي مصر التي استعادت نفوذها وبادرت منذ الحرب إلى تقديم اقتراحات للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، ورغم الجولات والاتصالات التي كانت. وهو كذلك أستاذ سليم، أنا أشكرك أستاذ سليم، سامحني فقط لضيق الوقت، أشكرك جزيل الشكر أستاذ سليم شحاتة الإعلامي مختص الشؤون الإسرائيلية كان معنا من القدس. أعود لك أستاذ محمد العربي زيتوت وهو عضو حركة رشاد للذي التحق بنا اللحظة. أستاذ محمد العربي، ماذا عن هذه الورقة التي عاد بها محمود عباس من الدوحة العاصمة القطرية قائلا بأن بين يدي ورقة وقعت عليها جميع الفصائل الفلسطينية، بإمكانه أن يتقدم الآن بشكوى بملف، ربما هكذا يقولوا ملف ثقيل، ليضعه بين يدي المحكمة الدولية للنظر في هذه الجرائم، جرائم إسرائيل ضد الإنسانية، جرائم كبيرة جدا، ولكن أنت تعرف أن هذه الجرائم ليست وليدة اللحظة، منذ حروب وحروب سابقة، وهذا الملف يطرح ثم يسحب، يطرح ثم يسحب.
يا ترى إلى أي مدى يمكن تصديق ما كان ما ردده عباس، وهل هذا نوقش في هذا الاتفاق أم لا؟ شوف، قضية المحكمة الجنائية الدولية واللي ما يعرفوهاش هي مقرها في روما، وقد أنشئت منذ بضع سنوات وبدأت في الشغل، يعني خاصة في الثلاث سنوات الأخيرة. هي تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية أساسا، وبما لا شك فيه وأي غير مختص، أي إنسان عادي يعرف أن إسرائيل أو ما يسمى بالكيان الصهيوني تقوم بجرائم كبيرة، ومنها قتل المدنيين بهذه الطريقة. لكن عباس ومن معه في واقع الأمر، وهم جاءوا وفق اتفاق أوسلو قبل 21 سنة، واللي كان عباس هو المهندس نتاعه من الجانب الفلسطيني، واللي هو المفاوض، نعم المفاوض الرئيسي، وهو الذي أغرق منظمة التحرير الفلسطينية وأسقط المقاومة المسلحة منها وأدى إلى كثير من الكوارث. يعني اتفاق أوسلو هذا ليس لدينا الوقت للحديث فيه مفصلا، لكن هذا كان كارثة على الشعب الفلسطيني بكل المقاييس، وهذا هو الحقيقة فيما بعد أعطى فرصة لمنظمات مقاومة أخرى خاصة حماس، ولكن أيضا الجهاد الإسلامي، أن تأخذ ما كانت تقوم به منظمة التحرير الفلسطيني. المنظمة التحرير الفلسطينية الآن تقول نحن لن نرفع السلاح في وجه المحتل، لن نرفع السلاح، أسقط السلاح من المقاومة. عندما تسقط السلاح من المقاومة، مقاومة محتل، ماذا بقي لك؟ التفاوض. التفاوض حولته إسرائيل ليس فقط إلى مضيعة وقت، بل إلى الاستفادة منه إلى أقصى الحدود الممكنة، إلى درجة لماذا لم تتحرك الضفة الغربية إلا في حدود ضيقة هذه الأيام؟ كلما خرج الفلسطينيون يتظاهرون في الضفة الغربية، ألقعت أمن عباس، هذا شرطة عباس ومخابراته، وهي عدة أجهزة، تلقي القبض على الناس، تلقي القبض على الناس، تلقي القبض على المتظاهرين، وقد جرحت عدد كبير من المتظاهرين الفلسطينيين، وهي تقوم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل، تقوم بالتنسيق الأمني مع إسرائيل. بمعنى آخر، إذا لخصنا الموضوع، أن سلطة عباس ومن معه تحولت إلى شبه ميليشيا تخدم إسرائيل باسم أنها تريد أن تحرر فلسطين بالمفاوضات وبالطرق السلمية. يعني في الاحتجاج قالوا لهم لا، لكن في الاحتفال قالوا نعم. البارح الآلاف من الفلسطينيين في الضفة الغربية سمح لهم، لأنهم بالتعبير عن الفرح، لأن في رام الله، في نابلس، في بيت لحم، لأن الإعلام المتصهين عربيا، الإعلام الصهيوني العربي، يظهر عباس ويظهر السيسي على أنهم هذا إنجاز لهم، إنجاز أولا للسيسي كإنجاز كبير حتى يضربوا به إنجاز محمد مرسي من قبل، وأنه بعد السيسي الفائز من هذا الإنجاز هو عباس، وهذه ليست صحيح بأي مقياس من المقاييس. الإعلام الفلسطيني والعربي المتصهين هذا يريد أن يظهر أن عباس هو الذي حقق هذا النصر وليس المقاومة المسلحة. طبعا يجب أن يكون الإنسان مغفل ومستغفل ويعيش في عالم آخر حتى يصدق هذا الكلام. لو كان لعباس وجماعته أن يحققوا نصر فليحققوا في الضفة الغربية، حيث تعبث إسرائيل عبث رهيب، وحيث العدد الفلسطينيين أكبر، وحيث المساحة الفلسطينية أكبر، ومع ذلك بالعكس هناك إسرائيل مرتاحة شبه تماما، إلى درجة أنه ليس هناك عمل مقاوم مسلح تقريبا إلا في حدود ضئيلة جدا، وكلما يحدث تهرع عباس وجنوده يهرعوا لإلقاء القبض على المقاومين. عباس الحقيقة، وعودة إلى قضية الجنائية، كان يريد أن يضغط على المنظمة الفلسطينية، قال لهم إذا ذهبنا، أنتم الآن تضغطون لكي نذهب للمحكمة الجنائية الدولية، لكن إذا ذهبنا فمن المحتمل جدا أن تتهم أنتم أيضا بأنكم قمتم بجرائم ضد الإنسانية أو بجرائم حرب، وبالتالي تصبحون مطالبين أمام هذا العالم. وهذه من سخريات الحديث وسخريات العبث الحقيقي، لأنه أولا تقريبا كل القيادات الفلسطينية، يعني يحاسبونهم على مقتل طفل، يحاسبونهم على مقتل طفل، نعم، لكن القيادات الفلسطينية في الحقيقة هي مطلوبة، مطلوبة أمريكيا، مطلوبة غربيا، مطلوبة إسرائيليا، مطلوبة عربيا، مطلوبة. كثير من القيادات الفلسطينية لا تدخل إلا بلدين أو ثلاثة، لا تستطيع دخول بلدان أخرى، إما مطلوبة أو ممنوع عليها هذه البلدان، ممنوع عليها. النقطة الثانية أنها لا يمكن أن تقارن ما يفعله الاحتلال، وهناك
بالمناسبة هناك اتفاقيات دولية، هناك معاهدات دولية تفرض على قوى الاحتلال كثير من الشروط وكثير من الأوضاع التي يجب أن يتم احترامها، وإسرائيل كلها خرجت عن تلك الشروط وعن تلك المعاهدات، فلا يمكن مقارنة هذا بذاك. مع ذلك المقاول الفلسطيني قالوا نحن نوقع واذهب بنا إلى هذه محكمة الجرائم الدولية، ومعليش غير خليهم يتهمون أنا إذا كان ذلك يؤدي إلى اتهام كبار المجرمين من الإسرائيليين، وهذا ليس بجديد وإنما يعود إلى سنوات مضت منذ ربما حتى قيام هذا الكيان المجرم. طيب هل هم ماضون في هذه الورقة أستاذ محمد العربي؟ فقط المشاهد حاب يعرف المسألة هذه، هل أسقطت هذه القضية الشكوى ضد إسرائيل التي ستوضع أمام المحكمة أم أنه ما تزال دراستها؟ هذا هو الفصل الجديد الآن. عندما قبلت المنظمات الفلسطينية المقاومة وقالت لعباس اذهب مع إلى المحكمة هذه نحن نقبل، بدأ هناك تردد الآن. كان يظن وربما هناك من نصحه أنه إذا قلت لهم بأنكم قد تتابعون قد تصبحون أنتم أيضا مجرمي حرب أن لن يوقعوا لك، لكن هذه المنظمات وقعت وقالت اذهب بنا. الآن هو متردد وهناك من الملاحظين وهناك من المتابعين الدولية أيضا، الولايات المتحدة لن ترضى. طبعا شوف هذه جماعة عباس تتلقى رواتبهم ويتلقوا أموالهم ويتلقوا كل ما يريدون من القوى الغربية ومن الدول العربية المتواطئة معها، من السعودية إلى الإمارات إلى الجزائر إلى المغرب، إلى يتلقوا أموال من هذه الدول، وهذه الدول لا تريد مقاومة، لا تريد أن تسمع عن مقاومة. المقاومة بالنسبة إليها هي كأنك تتحدث للمؤمن عن الشيطان. وبالتالي بالنسبة لعباس الآن سيبحث عن تبريرات أخرى ولكي لا يذهب إلى هذه، وسيبحثون عن أي تبرير. لكن أعتقد أنه موقفه خاصة هذه الحرب سيخرج أضعف مما كان، وعلى قول أحد المحللين الإسرائيليين سيخرج كالبطة العرجاء أكثر مما كان من قبل، كان بطة وهذه المرة سيصبح بطة وبطة عرجاء. أعتقد أن أكبر الخاسرين في اعتقادي هو ما يسمى بالمعتدلين العرب، أي المستسلمين منهم، أي الخاضعين، أي الطغيان الصهيوني العربي، هذا هم أكبر الخاسرين، لأن المقاومة لم تستسلم واستمرت 51 يوم، وها هي في نهاية المطاف لم تحصل إسرائيل إلا على شيء واحد وهو تهدئة، وكانت في غنى عن هذه الحرب لأن الأوضاع كانت من قبل في حدود هادئة عموما. أعتقد أن عباس وهو لا يملك قراره في نهاية المطاف، يتحكم فيه المصريون، يتحكم فيه الإماراتيون، يتحكم فيه السعوديون، لن يذهب بعيدا، لأن لا تنسى أن حماس وكثير من هذه المنظمات تعتبر منظمات إرهابية في بعض البلدان العربية بما فيها مصر السيسي. ولكن مع ذلك سيد محمد العربي لا تنسى أن الفلسطينيون دخلوا مرحلة جديدة تتلخص في وصول إلى حكومة وحدة وطنية. الآن سلطة حماس ربما تنتهي لأن هناك الحكومة الوطنية اللي تابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، سيذهبون للانتخابات. كأن الفلسطينيين هم مقبلون على مرحلة جديدة عوض ما المراحل التي كانوا فيها، ربما هذا أيضا له تأثير. شوف عندما قام جنرالات مصر بالانقلاب على الرجل الفاضل دكتور محمد مرسي الرئيس المصري الحقيقي والمنتخب، كان هذا واحدة من أكبر أدوات الردة التي قامت بها الثورة المضادة، قام بها الصهاينة العرب. أنا كنت أطلقت هذا الوصف قبل سنتين أو ثلاثة على هذا، وكان بعض الناس يقولون أنك ربما حاد في هذا، لكن الآن بدأ الناس كلهم يتحدثون عنهم كصهاينة عرب، وكنت قلت من أن من أكثر هؤلاء هم الإمارات والسعودية وهذا النظام الجديد في مصر الجنرال السيسي. الجنرال السيسي الذي قتل ما يزيد عما قتلته إسرائيل في 51 يوم، قتل أكثر من 2000 من المعتصمين المسالمين في الرابعة والنهضة وكثير من ميادين مصر، هذا لن يسمح لحماس أن تنتصر، سيقوم بكل شيء لكي لا تنتصر. الفلسطينيين وهم يرون هذه الردة الكبرى وهم يرون الانقلاب في مصر وهم يرون عودة دولة مبارك في أبشع صورها قبلوا العميق في أبشع صورها في أسوأ مما كانت، لأن النظام القائم اليوم هو أسوأ من نظام مبارك، قبلوا بنوع من المهادنة وتكتيكيا قبلوا بحكومة مصالحة وطنية يرأسها عباس وتكون لها غزة، لكن في واقع الأمر على الأرض غزة هي للمقاومة، وهذه الحرب
وصمودهم في هذه الحرب أعطاها قوة كبيرة. أنت ترى الناس مهدمة بيوتهم، قتل أبنائهم، وكثير منهم يقولوا نحن مع المقاومة، نحن سنظل مع المقاومة. هذا الموقف أعطى للمقاومة، والكل يجمع الآن على أن أكبر منتصر من هذه الحرب البشعة العدوانية هي المقاومة عموما وحماس خصوصا. وبالتالي لا أعتقد من أن كون وجود حكومة مصالحة وطني، لا أعتقد أنها ستذهب بعيدا تلك الحكومة أولا، وثانيا على الأرض الذي يملك القوة على الأرض هو الذي سيفرض شروطه في نهاية الأمر. لا تنتظر من شيء من عباس أبدا، الانتظار شيء من عباس ربما كما ينتظر ربما بعض الناس من الشيطان أن يصبح يوما ما داعي إلى الإيمان أو إلى الشرف. أحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية في غزة أثار نقطة مهمة جدا، وهي مسألة إعادة الإعمار. كلما وضعت الحرب أوزارها، العرب شمروا عن سواعد جدهم من أجل دفع المبالغ المالية، دفع التبرعات والمساهمة في إعادة الإعمار. هذا شيء يحبذ الفلسطينيون، لكن في الوقت نفسه هم يلومون العرب عن مواقفهم المخزية هذه، ويقول أنتم فلحتم فقط في إعطاء هذه الأموال وإخراجها والمساهمة في إعادة الإعمار. نعم، لإعادة الإعمار. الفلسطينيون عندهم الآن أحياء، هذا مستشفى سعودي، هذا مستشفى جزائري، هذا يباركونه. لكن في هذه الحرب في الحقيقة سجلوا ملاحظات عديدة على الموقف العربي. الآن سنشرح هذا الموضوع. يا ريت أستاذ محمد العربي نحكي على هذه المواقف العربية، كيف تلقوا هذا الاتفاق، وقبل هذا الاتفاق أين كانت الموازين؟ اختصارا وإجمالا، الموقف العربي انقسم إلى ثلاث أطراف. طرف ناصر المقاومة الفلسطينية، طبعا ناصرها في إطار معين، في حدود معينة دائما، وهو أساسا قطر، وإلى حد ما المرزوقي، ولا أقول الحكومة التونسية، وأنا هنا دقيق في اللفظ، لأن الحكومة التونسية الحالية الآن في الحقيقة جزء رئيسي منها، ليس كلها لكن جزء رئيسي منها، هي حكومة ثورة مضادة. المرزوقي رئيس تونسي، وأيضا البشير الرئيس السوداني، وإن كنت من يعترض عليه بقوة في قضايا وطنه داخلي، فهو مستبد جبار فاسد يعني مثل طغاة الآخرين. لكن في القضية الفلسطينية هؤلاء الدول الثلاثة، قطر وتونس والسودان، وعلى درجات مختلفة، كان موقفهم ما بين الجيد إلى المتوسط. كان هناك طرف ثاني، دول الخليج، كان هناك طرف ثاني. نقول لك على الدول، الطرف الثاني هذا تقريبا دول ساكتة بالتواطؤ، دول ساكتة بالتواطؤ تستطيع أن تضع فيها 4 أو 5 دول، بما فيها الكويت، بما فيها المغرب، بما فيها الجزائر، بما فيها ربما عمان إلى آخره، 4 دول أو 5، حتى النظامين العراقي والسوري. الدول المتواطئة والمتآمرة علنا في كثير من الحالات تزعمتها 3 قوى: جنرالات السيسي، جنرالات مصر، أمراء الإمارات، وأمراء السعودية. هؤلاء وعلى درجات مختلفة، الأمراء السعوديين ظهروا بدرجة أقل، لكن أمراء الإمارات وجنرالات عسكر مصر ظهروا بشكل فج. يكفي أن نقول أن في الوقت التي كانت إسرائيل تقصف فلسطينيين وتقتلهم من السماء، كان جنرالات السيسي يحطمون المنافذ البسيطة جدا التي يدخل منها الأكل، وهي الأنفاق التي كان يدخل منها، وقالوا أنهم حطموا 1641 نفق في فترة الحرب هذه. الإمارات ذكرت كل الصحافة الإسرائيلية بالنسبة للسيسي أيضا، من أن حتى نتنياهو قال بصريح العبارة، قال خرجنا بنتيجة مهمة جدا من هذه الحرب، وهو أن أكثر العرب معنا، إن لم نقل فقط دولة ليست معنا، تحالف عربي. الإسرائيليون اليوم كمؤسسة حاكمة وكصحفيين متفقين ومجمعين على شيء واحد، وهو أنهم ربحوا حكومات عربية معهم وأصبحت علنية، يسمونها بالحكومات الاعتدال العربي. وهو كذلك أستاذ محمد العربي. الآن مشاهدينا الكرام، أرحب بانضمام الأستاذ ماجد المصري. أستاذ ماجد، ما هي الدراسة أو القراءة الأولية على هذا الاتفاق؟ أحييك أخي الكريم، وأحيي ضيفك العزيز، وأرسل من هذا المنبر التحية والمباركة لأمتنا بداية الانتصار على الهيمنة الصهيونية على بلاد المسلمين. نحن الآن أمام تهدئة مؤقتة في الحرب المستمرة، إلى أن تتحرر القدس وبلاد المسلمين جميعها من الهيمنة الصهيو أمريكية. أحب أن أوجه رسالة أخرى
إلى الكيان الصهيوني، لئن قتل رائد العطار ومحمد أبو شمالة وباقي القادة فهؤلاء قد نالوا ما أرادوا، وهو الشهادة. أما فقد القادة فأي طفل في غزة، وأؤكدها، أي طفل في غزة هو قائد للمقاومة، فغزة هي أرض العزة، أرض بداية الانتصار للمسلمين. أما عن الحرب الدائرة أو التي كانت دائرة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على إخواننا في غزة، فأي حرب في الدنيا لها غرض سياسي. الغرض السياسي للعدو كان معلن، وهو اجتياح القطاع، نزع السلاح الثقيل من المقاومة، التمهيد لعودة العميل دحلان، نزع الغطاء الشعبي من المقاومة، وأخيرا كما قال نتنياهو في تصريح له أن هذه الحرب المعادلة فيها مختلفة، حيث أن مصر السيسي معه أو مع العدوان على إخواننا في غزة. طبعا كل هذه الأهداف لم يتحقق منها أي شيء. فأما نزع الغطاء الشعبي عن المقاومة فقد أنشئ في أثناء المقاومة هاشتاج يقول كلنا حماس، وأصبح هو الهاشتاج رقم واحد على مستوى العالم في يوم وليلة فقط، دليل على أن الغطاء الشعبي لحماس تجاوز وعبر الحدود وعبر الأنفاق إلى أن يصل إلى المستوى العالمي في تلك الساعات القليلة. أما عن النتائج التي تحققت في هذه الحرب فهي باختصار انتهاء أو إعلان انتهاء المستقبل السياسي لنتنياهو ويعلون، وضع بداية نهاية الانقلاب العسكري في مصر، بداية العبد التنازلي لمحو إسرائيل من الوجود، بداية انهيار أنظمة عميلة زي أنظمة الإمارات آل زايد وآل سلول في السعودية ومصر السيسي، وضع المقاومة قدما داخل المجتمع الإسرائيلي ومخاطبة الداخل بنوع من العزة والإعلام الصادق عكس ما كان يروج له إعلامهم حول أن جيشهم لا يقهر. يا أستاذ ماجد أنت على ذكر الإعلام، أستاذ ماجد على ذكر الإعلام، هل صحيح أن الإعلام المصري هلل لهذا الاتفاق مع الذكر أن السيسي هو الذي لولاه لما وصل الفلسطينيون الإسرائيليون لهذا الاتفاق؟ حقيقة الأمر الإعلام المصري الرسمي حاليا هو كله إعلام متصهين، لا يعبر عن الحقيقة في الشعب المصري النابض في قلبه روح غزة وروح القتال وروح الجهاد وروح تحرير الأرض وروح الوقوف على الثوابت. نحن الشعب المصري، وعن الشعب المصري أتحدث، لأن كان أطفال غزة قتلوا من قبل العدو الصهيوني فأطفال مصر قتلوا من قبل طائرات السيسي، لأن كانت مساجد غزة قصفت من قبل طائرات العدو الصهيوني فمساجد مصر قصفت من قبل طيران السيسي، لئن قتل وحرقت الجثث في غزة من قبل العدو الصهيوني فقد حرقت الجثث الشعب المصري المقاوم من قبل جنود السيسي. العدو مشترك والشعب واحد، هو الشعب المسلم الذي يرفض الخضوع والقنوع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي والهيمنة الإسرائيلية على مقدرات الشعوب الإسلامية الحرة. وأخيرا من هذه النتائج التي أحب أن أوضحها هو إحلال روح الانتصار لدى الأمة مكان الروح الانهزامية، وتكبيد العدو الصهيوني خسائر اقتصادية فاقت ما تم الاتفاق على تعويضه سرا مع خونة آل زايد، وخسائر عسكرية فاقت ما زين لهم الخائن السيسي في مصر من أنهم سينالون مكاسب عسكرية كبيرة. وضع بذور مشروع المقاومة الثورية المنتصرة الذي يوحد الشعوب الإسلامية تحت مشروع واحد هو المشروع الإسلامي بلا مواربة أو خجل أو انهزامية من المنهزمين دينيا وقوميا وشرقيا. وأخيرا إعلان وفاة المشروع القومي والناصري واليساري والديمقراطي الغربي، وإعلان بذور فجر المشروع الإسلامي الثوري الذي أرى ظهوره يتم سقاؤها في غزة فتنبت في القاهرة ودمشق وبغداد وطرابلس وتونس والخرطوم وعمان ومكة والدوحة، إلى أن تتحرر جميع البلاد المسلمين من الهيمنة الصهيو أمريكية. طيب أستاذ ماجد، الفلسطينيون يقولون لدينا ضمانات للمضي قدما في هذه المفاوضات في المرحلة المقبلة بعد شهر،
في رأيك أنت من يمثل هذه الضمانات؟ من هو الذي يقدم هذه الضمانات؟ هل الجانب المصري، الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، من بالضبط؟ في الحقيقة مفهوم الضمانات هو مفهوم معمول به في السياسة، في مجال السياسة لا حديث عن النيات، وإنما الحديث يكون عن الضمانات. الضمانة التي يمكن أن يعتمد عليها أو يتكل إليها الشعب الفلسطيني ليست الولايات المتحدة، وليست بالطبع مصر السيسي، وليست أي دولة في العالم. الضمانة الوحيدة القائمة والتي أود التأكيد عليها هي سلاح المقاومة. سلاح المقاومة، لأن غفل إخواننا في حماس واعتمدوا على فكرة المراوغة السياسية والضمانات السياسية من هذه الدول التي هي التي بذرت بذور فكرة إنشاء إسرائيل من الأساس، فإنهم يقعون فيما وقع فيه إخوان مصر من الانقلاب العسكري عليهم، بل والذبح بروح وبدم باردة. ما يوجد ضمانة تسمح بتنفيذ هذه البنود إلا سلاح المقاومة، إلا التعاطف الشعبي من شعوب الدول المسلمة وشعوب الدول الحرة مع المقاومة ومع حق الفلسطينيين والغزاويين على وجه الخصوص في العيش بطريقة كريمة وطريقة حرة واختيار من يريدون. أما أي دولة أخرى تعهد بأنها ستضمن تنفيذ هذه البنود، فإن القرآن علمنا أن اليهود لا عهد لهم، إنهم ينقضون عهدهم في كل مرة. وهو كذلك أستاذ ماجد المصري، أنا أشكرك جزيل الشكر. ماجد المصري المحلل السياسي كان معنا من القاهرة العاصمة المصرية. أعود لك أستاذ محمد العربي، قطعت حديثك لما كنا نتحدث ونفصل المواقف العربية، وأنت جزأتها وقسمتها، قلت هنالك مواقف ربما بإمكاننا أن نقول أنها مشرفة، هنالك مواقف سيئة، وهناك مواقف ساكتة لم تتحدث شيئا. لا، المواقف الأخرى مش سيئة، المواقف الأخرى إجرامية كارثية أكثر من سيئة. لا، مشاركة في العدوان متواطئة، مشاركة في العدوان، لأن التواطؤ كاين، هناك تواطؤ سري أو غير معلن، لكن هناك تواطؤ معلن أحيانا وتآمر معلن. فالمواقف اللي قلت لك هذه هي اللي هي متواطئة متآمر علنا، هذه البلدان الثلاثة خاصة التي ذكرت، وربما أيضا المتحدث السابق قد ذكر نفس الأشياء، وهي الموقف السيسي. اليوم فيه إرادة مقاومة وإرادة تحرير في المنطقة العربية، أقول المنطقة العربية بكافة شعوبها، سواء كانوا عرب أو أمازيغ أو أكراد أو غيرهم. هذه الشعوب تريد أن تتحرر من الطغيان الداخلي والخارجي. جاءت الثورات العربية وبدأت، ثم أفشلوها وحاولوا أن يفشلوها لحد الآن. الثورة المضادة. الثورة المضادة، وعادت بقوة الثورة المضادة. لا ندخل، ربما الوقت لا يسمح لتفاصيلها، ولكنها ردة كبرى. جاءت معركة العزة هذه لتعيد توجيه الناس، وخاصة الذين تتلف لهم كما نقول في الجزائر الجزائرية، الذين يتيهون ما أين الحق وأين الباطل. جاءت لتقول انظروا غزة، من هو مع غزة ويقف معها معلن ويقف معها في مواجهة، لأن لا أحد يختلف على أن إسرائيل ليست فقط دولة محتلة، بل هي دولة استيطانية ألغت شعب، ألغت أرض، أخذت الأرض ونهبت، والبقية أقل من 20% من بقية فلسطين التاريخية تحتلها وتحاصر شعبها. انظروا أين هي غزة، من يقف مع غزة فهو يقف مع الحق، ومن يقف ضد غزة فهو يقف مع الباطل. لأن بعض الناس مثلا كانت اختلفت لهم الأمور، هل السيسي على حق أم الشرعية المصرية على حق، الثورة المصرية، آخرين في قضية ليبيا، آخرين في قضية، فانظروا أين تقف الإمارات والسعودية ومصر السيسي، وإلى درجة أقل جنرالات الجزائر وملك الأردن أين يقفون هؤلاء. يعني هذا تمييع للربيع العربي، مش تمييع، هدم أكثر من هيك، قضاء عليه، لن يسمح لك بالتحرر، لن يسمح لك أن تصبح حر في وطنك، لن يسمح لك أن تأخذ الخبز وتأخذ العمل وتأخذ السكن الذي تستحقه في وطنك. يريدك أن تبقى ضال، تبقى مستضعف، تبقى حقير، فقير، بلاد كبيرة لكن أنت لا تأخذ منها ما تستحق. يريدك أن تبقى تحت التدخل الغربي، تحت الطائرات الفرنسية، تحت الطائرات الأمريكية، تحت الهجمة الصهيونية. أنت جيوش عربية من قبل، جيوش عربية لما كانوا يقاتلوا انهزموا في 6 ساعات، 6 جيوش انهزمت في 6 ساعات أمام هذه إسرائيل.
انظر الآن ها مقاومين لا, لا 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 يملكون لا يجدون الخبز يعني محاصرين من الأرض جميعها ومن السماء ولم يدخل من العدو من الشوارع لم يدخل وراء الحدود رابع جيش في العالم لم يستطيع أن يدخل هذا ماذا يعني يعني أن الشعوب عندما تمتلك أمرها عندما تسقط هذه الأنظمة الطاغية أو على الأقل لا تكون نظام طاغي لأن لو كان عباس في غزة لن يسمح لها كما لم يسمح للفلسطيني في الضفة الغربية وهذا عباس اللي ما عندوش حتى بلدي يحكم فيها كما يجب عندما تنتهي هذه الأنظمة المجرمة تتحرر هذه الشعوب وجاءت غزة لتعطي هذا الدرس العميق من أن شعب محاصر بلا إمكانيات مادية بلا دخل بلا بترول بلا غاز بلا شيء يحاصره الجميع ومع ذلك يصنع الصواريخ يصنع طائرة بدون طيار يقتل من هذا الجيش الطاغي الصهيوني ما يقتل منه كانت حربه أخلاقية بكل ما تعنيه الكلمة لم يموت من المدنيين الإسرائيليين إلا بضعة أشخاص في حين أن إسرائيل لم تقتل إلا المدنيين تقريبا أن إذن المشكلة ليست في الشعوب وهذا كان خلافي أنا مع كثير من إخواننا حتى بعض المعارضين يقول لك والله الشعوب هذه وأحيانا حتى يتلفظ بألفاظ سيئة يقول لك شعب رخيص وأنا أكره هذه الكلمة الشعوب ليست هي المشكلة الشعوب عندما تجد قيادة حقيقية عندما تجد ناس صادقين مؤمنين مقاومين يؤمنون بحرية الناس يؤمنون بالبلاد يؤمنون بالحضارة يؤمنون بدين هذا الشعب يؤمنون بلغة هذا الشعب عندما يجد هؤلاء الناس ويضحون وقد رأينا كم من قيادي من هؤلاء قد قتل وقتلتهم أسرهم وقتل عندما يرون ذلك الناس تتبع والناس تمضي لماذا احنا يتظاهر امس خرجت مظاهره هائله في المسيله في الجزائر حتى اذكر المسيله فقط ربما كانت هناك مدن اخرى لماذا لان الناس تريد عزه تريد ما نريدوش خبز بهذه الطريقه او اكل بهذه الطريقه نريد قبل كل شيء ان تكون لدينا حكام وحكومات نختارها وتقوم وتواجه الطغيان الإجرام، الاستعمار، النهب، الخطف، القهر نريد هذا عندما يتوفر هذا عندما تتوفر القيادة الرشيدة وتكون تتحقق الحرية تصنع هذه الشعوب معجزات بكل ما تعنيه الكلمة كما صنعتها عبر التاريخ جزيل الشكر لك أستاذ محمد العربي زيطوط عضو أمانة حركة رشد والشكر موصول مشاهدينا الكرام لباقي ضيوفنا الذين شرفونا بإثراء هذا الاتفاق الذي تم أمس بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي وأهم ما فيه فتح هذه المعابر ثم شيئا فشيئا رفع هذا الحصار رفعا كليا وليس رفعا جزئيا كما تريده إسرائيل الأساتذة أكرم عطلة الإعلامي الفلسطيني سليم شحادة الإعلامي المختص في الشؤون الإسرائيلية وأحمد الكرد وزير الشؤون الاجتماعية كان معنا من غزة دون ما أنسى ماجد المصري الناشط والباحث السياسي كان معنا من القاهرة العاصمة المصرية جزيل الشكر لكم أنتم أيضا مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة وتغطيتنا ما تزال مستمرة.